كان بطلا قوميا. الصرب ينظرون إليه كعمل إيجابي، ويكفي أنه كان عضوا في منظمة بوسنة الفتاة التي قاومت الاحتلال النمساوي. غافرييلو سيبقى بطلا، ولا أعتقد أن هناك سببا أن ننظر إليه كإرهابي. بينما يرى بعض المسلمين أنه عمل من أجل مصلحة صربيا التي كلفته مخابرتها أثناء إقامته في بلغراد بعملية الاغتيال مع 3 آخرين. حكم النمسا الذي استمر في البوسنة 40 عاما حولها لمجتمع متحضر وعرفها على الثقافة الأوروبية وأصلح بنيتها التحتية، وإذا فسرنا الاغتيال كعمل ثوري تحرري فكيف سننظر إلى قتل زوجة الأرشيدوق التي كانت حاملا آنذاك؟